لا تزال الكثير من الألعاب والطقوس والعادات والتقاليد الغريبة العجيبة والتي تمارس لدى سكان قرى ومدن إقليم كردستان العراق، ورغم أنها تعود لأجيال وأزمان سابقة، فإن بريقها يصبح أكثر لمعانا مع تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، كل ذلك بعيدا عن التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي. تعتبر العادات والتقاليد هوية تراثية وشعبية، فيحرص رجالها على ممارسة الألعاب الشعبية على شكل مجموعات في ليالي الشتاء كمقاطع الفيديو التي نشاهدها الآن. وهناك أيضا مقطع فيديو آخر يبين الألعاب الشعبية التراثية الكردية التي تمارس في بعض القرى بشكل يبعث على الألفة والتواصل بين أبناء القرية والأقارب أيضا. لنتابعه. ممارسة هذه الألعاب حتى اليوم رغم أنها تعود لمئات السنين زادت من قوة أواصر المحبة والوئام والتآخي بينهم، وجعلتهم يتشاركون تلك اللحظات والأفراح والأتراح سوية. وما يميز ذلك الأشخاص الذين يمارسون هذه الألعاب الشعبية يكونون بعيدين عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والنقالات أثناء ممارسة هذه الألعاب في مجالسهم. ومن بين الألعاب الأكثر شعبية أيضا هي لعبة الصينية. هم سینیا بلین لفردمی کنوا که دروس کراوا هم یاری بم شواز اکلی پیک دیل یانزا زرف بگل سینیا که لکنوا لباو باید پیرانوانوا هم یاری هر وقت وقت باسم کرد پیک دیل یانزا زرف پیکش دی لدو تاخم شج نفر سیان لملا سیان لولا وستایک لنا و راست شاری دو شاگردی لگالا هم من زوغا شاری اوانیش بدوای گرن ایدوز نوان کاریگری سیاسی حتی استا نیکر دو تسر یاری سی نوزرب حتی استا همو پیکاتا کن پیکو یاری کن ترکمان، عرب، کرد یک ششه کنی همو یعن وقت برا دین شوانه بو خوان لیرا یاری خواهند کرد بدلای چپوش. همو قومی تیکل بین عرب و ترکمان و لهمو قومی تیکل بین شوانه اول چایخانه با خومن خروه بین کاته بین سر حتی سی بیانی چوار بیانی مجموعه هموی برادر خوشویست وک برا کاته که بسر بنو دانشن یاری سینو زرفه او سینو زرفه لقدیم موتا لالتون کوپی باوی هیا لحولیر لو بعضی شونانه حتی بیانی عینن آهنگ جیرین و گرانی علین و بعضی جار دول و زرنه علیدن و جماعت حتی بخوشی حتی بیانی کاتا بنسه you
أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء سأذهب إليها الآن، ونبدأ التعليق الأول من أحمد ناصر. يقول أحمد ناصر في تعليق له، يبدأ بضحكة: والله لعبة حلوة، يا ريت نلعبها بين فترة وفترة، على الأقل شوية نعوف الموبايل اللي بعدنا أو بعدنا بقد ما قربنا، والمهم الألفة واللمة الحلوة والضحكة البريئة بين الأهالي. هناك أيضا تعليق آخر ومداخلة من عبد الله: هاي أجدادنا شانوا يلعبوها ويتونسون بها، مو مثل هسه كل قاضيتها ألعاب بالنقال وضياع للوقت وماكو أي تواجد للناس. بالحقيقة صار الموضوع عزلة، والواحد يكون مدمن وأسير بالنقال ما يطلع منه. هناك أيضا تعليق آخر من شيركو: هاي بكركوك الكل يجتمع ويلعب عرب وتركمان وكراد، ماكو أي تفرقة، الكل يقضي وقت حلو خصوصا برمضان بعد الفطور، يصير أجواء كلش حلو، أحلى لمة وأحلى سوالف تصير. تعليق من أحسان يقول: أحسان هاي بالقرى أحسن من عندنا، وخصوصا بالشتاء الكل يجتمع ويلمون الأهل والأقارب والجيران، والثلوج بكل مكان والأجواء روعة، أحسن من ما الواحد يبقى حاط خشمة بالتليفون. تعليق آخر من ريمان: هاي الأجواء مفقودة للناس والعراقيين اللي بالغربة، مع الأسف نفتقد هاي الروحية الحلوة واللمة ويا الأهل والجيران والعفوية، للأسف تغربنا وصرنا بعيدين ونشوف كل شيء بالتلفزيون أو بالنقال. تعليق آخر من ربيع: الألعاب سوت شيء كبير بذاكرتنا، من كنا صغار نلعب بالدربونة ويا الأصدقاء، نركض شرطة حرامية، شنطرة بلبل، تكي، دعابل، طوبة، كل شيء كنا نلعب، وأحلى أيام راحت وبقت بس بالذاكرة.